بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فرع الصحراء الكبرى. أما بعد، عملا بقول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإننا نتبنى ما يلي: أولا، العملية الاستشهادية في منطقة بير 60 كيلومتر شرق تومبكتو، الذي قام بتنفيذها الاستشهادي البطل أبو الليث الصحراوي مستهدفة مركزا لقوات حفظ السلام من اسمه، وقد أدت إلى تدمير القسم الأكبر منه ولله الحمد والمنة بتاريخ السبت 19 شوال 35400 بعد الألف الموافق ل 16/8/14 بعد الألفين. ثانيا، تفجير سيارة تابعة لقوات حفظ السلام من اسمه على طريق غندام 13 كيلومتر عن مدينة تومبكتو، وقد أدت لمقتل من فيها 9 أفراد بتاريخ الاثنين 2 رمضان 35/400 بعد الألف الموافق ل 30/6/14 بعد الألفين. ثالثا، تفجير سيارة تابعة للأمم المتحدة على طريق غندام 45 كيلومتر من مدينة تومبكتو، وقد أدت لمقتل من فيها 3 أفراد بتاريخ الخميس 13/ شعبان 35/400 بعد الألف الموافق ل 12/6/14 بعد الألفين. رابعا، إطلاق صواريخ جراد على مطار تومبكتو بتاريخ السبت 14 رمضان 35/400 بعد الألف الموافق ل 12/7/14 و2000. وعلى إثر انطلاق عملية بركان الغاشمة، أظهرت القوات الفرنسية الوجه الحقيقي لعدوانها على أرض مالي المسلمة، واعتقلت شابين عدد من الطوارئ من القرب من تومبكتو بتاريخ الأحد 13 شوال 35/400 بعد الألف الموافق ل 10/8/14 و2000، متهمة الشابين بانتمائهم لتنظيم القاعدة. وعلى ذلك فإننا ننفي أن يكون لهما أي صلة بالقاعدة، ونعتبره عدوانا ظالما على الشعب المسلم في مالي. ونذكر الحكومة الفرنسية وعلى رأسها فرعون العصر فرانسوا أولاند وجيشه أن الحرب سجال، وأن العاقبة للمتقين، وأننا سنريهم بإذن الله أياما مثل يوم الزلاقة. وفي الختام، فإننا نهنئ إخواننا في الدولة الإسلامية بالعراق والشام بنصر الله، وكذلك إخواننا أهل السنة والجماعة للدعوة والجهاد في نيجيريا. تنظيم القاعدة بلاد المغرب الإسلامي فرع الصحراء الكبرى.